يداعبني سكون الليل فيهمس لي، لما كل هذا الهدوء؟ ألأنك في حضرتي؟ قلت نعم، لكي أتأمل جمال وعظمة الله سبحانه في إيجادك، لذا يجب علي أن أتحلى بالهدوء. أيها الليل، تشبهني كثيرا، هادئ ساكن، يكسوك الجمال والنقاء ويسكنك الطهر، لكن قلة هم من يبصرونك، وذلك القمر في أحشائك الذي سطوعه يوحي إلي بأنه ما زال هناك بصيص أمل. أيا ملهما لأعذب الكلمات وأنقاها، ظلموك لما وصفوك بالكآبة والجمود، ما علموا أنك من آيات الله التي تحيي النفوس. في كل مساء أنتظرك لأبوح لك بالمكنون، لأحدثك عما يكون، لتوحي إلي نجومك بالرفعة وعلو الهمة. سأبوح لك يا ليل، كم هو مؤلم فراق الأحبة، وكم هي رؤيتهم بخير تجلب السعادة، وأن الأنس بالله لا تساويه لذة. أيا ساكنا يوحي بالجمال ومظلما يحكي الكثير من الأحاديث والعبر، إني لحلولك أنتظر لأتلذذ بحديثك.